إذا نصحوا دابا التمرين رقم خمسة، ها هو التمرين رقم خمسة. إذا نقراو: إذا علمت أن وزن شخص على مستوى سطح البحر هو بيزارو كتساوي 500 نيوتن، حيث الجزارو هي هذه هكاك، احسب كتلة هذا الشخص على مستوى سطح البحر. ثانيا، عبر عن شدة التقالة جي اش على الارتفاع اش بدلالة اش و ار تي و جي زيرو. مزيان. ثالثا، احسب قيمة جي اش على قمة جبل توبقال الذي يوجد على ارتفاع 4165 متر، وشعاع الأرض هو 6400 كيلومتر. رابعا، استنتج وزن الشخص على قمة هذا الجبل. مزيان، نبدأ بهذا السؤال. احسب كتلة هذا الشخص على مستوى سطح البحر. إذا السؤال حول الكتلة، إذا نبدأ السؤال الأول، أولا حساب كتلة هذا الشخص، نعلم ماذا؟ نعلم أن بي تساوي ام في جي، جي زيرو و بي تي زيرو لأنها على سطح البحر. إذا من هذه العلاقة شلقوا ام، إذا ام تساوي بي زيرو سير جي زيرو. هذه العلاقة اللي غنديروها داخل إطار هاي. مزيان، نمشيو دابا نديرو تطبيق عددي، أبليكاسيون نيميريك، تطبيق عددي ام تساوي. إذا شحال قلنا بعد الكتلة؟ قلنا هي بي زيرو هي 500 نيوتن و جي هي 9.81. مزيان، إذا اش غادي نديرو؟ نديرو 500 نيوتن على جي هي 9.81 نيوتن على الكيلوغرام. صافي، ونحسبو ام، نلقاوها بطبيعة الحال بالكيلوغرام، ومن بعد نحولوها للغرام لو بغينا بالغرام، ولكن نخليوها بالكيلوغرام. نمشيو للسؤال، هذا السؤال الاول. صافي، تحسب هنا شحال، دير العملية حسبها ودير الجواب تما. مزيان، نمشيو للسؤال الثاني. السؤال التالي شنو تيقول لنا السؤال التاني؟ نمشيو نشوفو، السؤال التاني قالك عبر عن شدة التقالة جي اش على الارتفاع اش بدلالة اش و ار تي و جي زيرو. هاد التعبير، تعبير جي اش على الارتفاع اش بدلالة ماذا؟ بدلالة اش و جي زيرو و ار تي. نعم، اذا بغينا التعبير مباشرة، راه عقلنا على ان التعبير مباشرة كنكتبو بحال هاد الشكل: جي اش تساوي جي زيرو في ار تي اس اثنان على ار تي زائد اش
الكل استثناء. هذا هو التعبير. الان اللي بغينا نبينوا كيفاش وصلنا لهذه العلاقه هذه، ونبينوا كيفاش وصلنا لهذه العلاقه هذه، نمشيو بالطريقه التاليه. اذا عندنا جي صفر تساوي ام في عفوا بي صفر، نعاود نكتبوها مزيان، بي صفر كتساوي جي صفر. مزيان، على سطح البحر، على سطح البحر عندنا اف كتساوي كتلة الأرض، جي كتلة الأرض كتلة الجسم على ار تي اس 2. إذن هذا بما أن كاين واحد التساوي بين بي زيرو كتساوي اف، هذا اش كيعني؟ كيعني بأن ام جي، ام جي تساوي جي ام تي في ام على ار تي اس 2. نختزلو ام، هاد ام هادي نختزلوها مع هادي، نحصلو على أن جي زيرو، نبقاو بأن جي زيرو تساوي جي في ام تي على ار تي اس 2. هذه هي جي زيرو. مزيان، الان نخدمو على ارتفاع معين، مثلا على ارتفاع اش، على الارتفاع اش عندك سيدي بي اش، زعما شدة الوزن على الارتفاع اش اش كتساوي؟ كتساوي كتلة، كتلة في جي في شدة الثقل على الارتفاع اش. نعم، وقوة او شدة قوة التجاذب الكوني بين الارض وهذا الجسم كتساوي اف، كتساوي حتى هي ام، عفوا كتساوي جي في ام تي في الكتلة ديال الجسم مقسومة على المسافة بيناتهم اللي هي ار تي زائد اش الكل اس 2. اذا غادي نلقاو بان ديرو التساوي بيناتهم، بما ان بي اش تساوي اف في هذه الحالة، غنلقاو بان ام في جي اش تساوي ماذا؟ تساوي جي في ام تي في ام صغيرة على ار تي زائد اش الكل اس 2. هذه كتساوي هذه، مفهوم؟ من بعد نختزلو ب بام، حيت هاد ام هنا، حيت هاد ام هنا، سنحصل على ماذا؟ سنحصل على ان جي اش تساوي جي في ام تي مقسومة على ار تي زائد اش الكل اس 2. غنسميو هاد العلاقة واحد، ونسميو هاد العلاقة جوج. دابا إلا قسمنا واحد على جوج، درنا واحد قسمناه على جوج، شنو نلقاو؟ نلقاو جي اش مقسومة على جي زيرو. نكتبو داكشي كله، إذا جي نعوضوها بالقيمة ديالها على ار تي زائد اش الكل أس 2، هادشي كامل مقسوم على جي زيرو. هاي جي زيرو هي هادي، هي هادي جي زيرو، غنكتبو جي في ام تي على ار تي اس 2. شتي شنو غتلقى؟ غتلقى العلاقة اللي كنقلبو عليها، ار اس 2 ار تي زائد اش الكل اس 2. مني اذا غنلقاو هاد العلاقة هادي، بغينا هاد العلاقة هادي، اذا هادي غندوزوها هنا، سنحصل على ماذا؟ سنحصل على ما يجب. لازم نمسحو هادشي نحيدو، نكتبو جي اش تساوي جي زيرو في ار تي اس 2 على ار تي زائد اش الكل اس 2. وهذه هي العلاقة اللي بغينا، هذه العلاقة اللي هنا، هي هذه اللي لقيناها في الأول.
نمشيو دابا للسؤال الثالث. اذا وقفوا الفيديو ونقلوا هذا الشيء هذا وسيروا السؤال الثاني. نمشيو نشوفوا السؤال الثالث. السؤال الثالث قال لك سيدي اعبر لدرنا هذا ثالثا احسب قيمه جي اش. نحسبوا قيمه جي اش مني اش كتساوي 4165 و ار تي كتساوي 6400 كيلو متر. اذا غادي نعوضوا هادشي. اذا الحساب انا غنمشيو هنايا نديرو ثالثا حساب جي اش حيث ان اش تساوي 4000 عفوا 100 تأكدوا منها بالضبط شحال 4165 4165 4165 متر و ار تي كتساوي 6400 كيلومتر. اذا اش غنحسبو؟ غنحسبو جي اش. جي اش تساوي جي زيرو هي 9.81 نيوتن على الكيلوغرام. مزيان. ار تي هي 6.4 في 10 و6 حول المتر و 2 مكتوبة كتابة علمية مقسومة على 6.4 زائد 4000 هي 4 بون هنايا عندنا 10 هنايا عندنا 10 في 10 و6 زائد 4000 متر. 4000 متر هي 0.965 في 10 و3 هادشي كلو أس 2 إذا غنلقاو جي اش ملي غنحسبوها غنلقاو العدد اللي غنلقاو غادي نكتبوه بالوحدة اللي كاينة نيت اللي غتبقى نفس الوحدة الأخرين كلشي غيختلفو. إذا غنحسبو هادي إذا تقريبا هذه هي الطريقة اللي باش نجاوبو على هاد السؤال رقم 3. إذا نسجلو هادشي هذا نمشيو نشوفو آخر سؤال. استنتج وزن الشخص على قمة هذا الجبل. دابا استنتاج. إذا السؤال الأخير السؤال رابعا استنتاج بي. إذا بي اش كتساوي؟ كتساوي الكتلة